يعني بالفعل بتتواصل هنا في المدينة المنورة فعاليات الدورة الثالثة لمعرض المدينة المنورة للكتاب، واللي بيشارك فيه 300 دار نشر عربية وأجنبية. توافد كبير من الجمهور من مختلف الأعمار على معرض المدينة المنورة للكتاب، اللي بيقدم يعني كتب الأدبية والكتب العلمية إضافة لكتب الأطفال والأنشطة الترفيهية اللي خاصة بالأطفال من أجل تنمية مهارات الأطفال. أنا معايا دلوقتي دكتور عبد اللطيف الواصل، مدير عام الإدارة العامة للنشر، هيكلمنا أكتر عن المعرض. بنرحب حضرتك معانا على شاشة النيل الأخبار. يا أهلا وسهلا، أهلا بالنيل الأخبار في معرض المدينة المنورة للكتاب في نسخته الثالثة. يعني اللي كلمنا في البداية عن الدورة الثالثة للمعرض واللي بيميزها عن الدورات السابقة. هو المعرض هو أحد مشاريع مبادرة معارض الكتاب السعودية اللي تنظمها هيئة الأدب والنشر والترجمة. هذه النسخة تأتي امتدادا للنسختين السابقة. طبعا اللي يميز هذه النسخة كنسخها السابقة عن المعارض الباقية هو نوعية الجمهور أو زوار معرض المدينة المنورة للكتاب، ليس فقط من حيث عدد الزوار ولكن من تفاعل الزوار مع دور نشر الكتب وآخر مستجدات الساحة الثقافية، وأيضا الفعاليات الثقافية التي يقيمها المعرض مصاحبة للمعرض نفسه في خلال أيامه. خصصنا هذه او حاولنا ان نستثمر اكثر في التقنيه في هذا المعرض في هذه النسخه بقدر المستطاع. الان جميع عمليات المعرض مؤتمته بالكامل، ابتداء من عمليات الدفع والعمليات الماليه، وايضا الدخول للمعرض بالتذاكر من خلال منصه اكتشف الثقافه، مرورا ايضا بالخرائط التفاعليه للبحث باسم الكتاب بعنوان بالسعر بدار النشر وموقع الكتاب من حيث موقع الزائر، وكل هذه المعلومات الزائر ممكن يطلع عليها من خلال الشاشات التفاعلية المنتشرة في المعرض، وأيضا من خلال جهاز الهاتف عبر مسح الباركود. يعني بنقول في مشاركة كبيرة من مصر هنا في المعرض، عندنا أكثر من 80 دار نشر مصرية مشاركة هنا في معرض المدينة المنورة للكتاب، اللي بيحرصوا دايما أن هم يجوا ويشاركوا في كل معارض المملكة العربية السعودية. يعني كيف ترى ذلك؟ دور النشر المصرية هي دور عريقة، والسوق النشر في مصر سوق قديم وتاريخي ومتجدد، واحد أكبر الأسواق في العالم العربي. تواجده في أي معرض كان هو تواجد طبيعي. في معرض المدينة المنورة هناك زي ما تفضلت حوالي 80 دار نشر مشاركة بمختلف العناوين ومختلف المجالات، والإقبال عليها إقبال شديد كالإقبال اللي يوجد في باقي المعارض اللي نقيمها. أعيد وأكرر يمكن موضوع دور النشر المصرية بالنسبة للمعارض عموما هي جزء أساس من أي معرض، ونرحب فيها طبعا في معارضنا دائما سواء في المدينة المنورة أو جدة والرياض وباقي المعارض اللي نسويها. يعني يميز المعرض يعني العديد من الفعاليات الثقافية اللي بتتناول مختلف الموضوعات اللي بتهم الجمهور، وبيشارك فيه تفاعل بين الكتاب والناشرين والجمهور، وده تفاعل يعني إيجابي يعني بيصب في مصلحة الفكر والثقافة في الوطن العربي. كيف ترى يعني الفعاليات المقامة هذا العام؟ احنا الجديد في هذا العام ان احنا كإدارة معرض تواصلنا مع مختلف الجمعيات والمؤسسات الأهلية الفاعلة في الساحة الثقافية للخروج ببرنامج في مزيج من الهيئة وباقي الجمعيات والمؤسسات الأهلية الثقافية في المملكة العربية السعودية، لإبراز اولا المواهب الثقافية الموجودة بالمدينة المنورة، وايضا لتعريف الزوار معرض المدينة بالمواهب الموجودة في المملكة العربية السعودية وفي العالم العربي. نجد الكثير من التفاعل مع فقرات المعرض من خلال البرنامج الثقافي او من خلال منصات التوقيع اللي استخدمها بعض المؤلفين للالتقاء بجماهيرهم، وايضا لا نغفل جزء مهم من المعرض هو جناح الطفل. جناح الطفل هو جناح اساس في المعرض، احنا نستخدمه لتعويد الابناء على زياره المعرض بشكل مستمر وسنوي. من خلال هذا المعرض يجد اكثر من تقريبا 7 فقرات تفاعليه موزعه على مختلف قطاعات الثقافيه مربوطه بصناعه الكتاب بشكل او باخر.
بشكل مرح يحبب الأطفال لزيارة المعرض، بحيث أنه يكون هم لبنة المستقبل لسوق النشر عموما وللكتب والقراءة. شكرا جزيلا لحضرتكم، إن شاء الله دورة ناجحة لمعرض المدينة المنورة للكتاب. أهلا وسهلا أستاذة لمين. يعني أعزائي المشاهدين، هكذا يتواصل هنا في المدينة المنورة فعاليات معرض المدينة المنورة للكتاب وسط إقبال جماهيري كبير من مختلف الأعمار. بنشكر الزميلة لمياء موافي على هذا الحوار، ونتمنى التوفيق طبعا لمعرض المدينة المنورة للكتاب في دورته الثالثة، وللمملكة العربية السعودية في هذه المعارض. مشاهدينا الكرام، هذه التغطية انتهت حتى هذه الساعة، ما زال لدينا ساعة أخرى ستسحقكم فيها الزميلة شيراز وفائي في واحد من الحوارات التي لدينا، ولكن قبل ذلك وعلى رأس الساعة يأتينا الزميل محمد جوهر بموجز لأهم الأنباء، ابقوا معنا. We'll be right back.